ان شاء الله ان شاء الله امن واستقرار على طول، الحمد لله رب العالمين. ونحن ما بدنا عطل الناطور، بدنا الديب، بدنا العز والشهاده، العز والشهاده، ونعيش باوطاننا امنين مؤمنين. هذا اللي بدنا هو. استقبلنا شهر رمضان بكل فرح وسرور، وبعد ما عم الأمن والأمان علينا الحمد لله رب العالمين على الخلاص من الظلم ومن الجهال، والله أكرمنا ورحمنا بأنه أخي يهيئ لنا ناس تيسر أمورنا وتساعدنا على قيام مسجد عمر بن الخطاب، واستقبلنا شهر الصوم بالبركة والأمان، والله يعيده علينا وعليكم بالهنا والسرور إن شاء الله.